طيب الجو زي ما بنقول احنا دلوقتي حاسين برطوبة عالية جدا، حاسين ان في ارتفاع درجات الحرارة، هل دي موجة زي الموجة الفظيعة اللي احنا مرينا بيها في شهر يوليو؟ تعالوا نتعرف اكتر من دكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامي بالهيئة العامة للارصاد الجوية. دكتورة منار صباح الفل. صباح الفل على حضرتك استاذه رشا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، اهلا بك يا فندم. صباح الخير. احنا يعني بنخلص 8 ولسه الرطوبه عاليه ولسه درجات الحراره عاليه، وبعدين يا دكتوره منار ما تشوف لنا كده في الخرائط هيحصل ايه؟ هو بالفعل يمكن احنا بدانا نحس ان في ارتفاع في نسب الرطوبه وارتفاعات طفيفه سقيا درجات الحراره، لكن اللي مخلينا نحس ان هي قيمها عاليه هي طبعا ارتفاع نسب الرطوبه، لان في امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، غير كمان طبعا امتداد منخفض الهند الموسمي اللي معاه كتل هوائيه ومعظمها قادمه من على البحر المتوسط، يعني ارتفاع في نسب الرطوبه يمكن ده متوقع على مدار هذا الاسبوع، يعني يوم او اثنين بس في الاسبوع ده لدرجات الحراره فيها تبقى حول المعدلات، لكن احنا نعتبر اعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين لثلاث درجات في معظم محافظات الجمهوريه، يعني الاجواء بالفعل حاره رطبه فتره النهار في المناطق الشماليه، شديده الحراره في المناطق الجنوبيه، حتى كمان فترات الليل اللي كان بيبقى فيها نشاط رياح بيقلل احساس بنسب الرطوبه، لسه في هدوء لسرعات الرياح، فبالتالي هدوء سرعات الرياح تخلينا نحس اكثر بارتفاع نسب الرطوبه خلال فترات الليل كمان، بس متوقع ان شاء الله مع نهايه هذا الاسبوع يكون في نشاط للرياح يحسن الاجواء بعض الشيء خلال فترات الليل، وان شاء الله مع بدايات 9 نبدا تدريجي نحس ان قيم درجات الحراره بدات تنخفض، كمان نسب الرطوبه تدريجيا هتنخفض، طبعا ما بتنخفضش بالشكل الكبير لكن بتنخفض بشكل تدريجي، يمكن احنا لسه في فصل الصيف، شهر 8 معروف ان هو لسه ما زال ذروه فصل الصيف، ان شاء الله مع 9 رغم ان احنا هنكون في فصل الصيف لكن هيكون اكثر اعتدالا ان شاء الله من 8، لان احنا داخلين على الخريف، يعني على 21/9 بندخل على الخريف مظبوط؟ بالظبط 23/9 ان شاء الله البدايه الرسميه او الفلكيه لفصل الخريف، فهيبقى احنا لسه قدامنا حوالي 3 اسابيع او اكثر في فصل الصيف في شهر 9، هيبقى في تذبذب بقى بين الاعتدال وبين ارتفاع الحراره، لكن في مجمل شهر 9 بيكون درجات الحراره فيه اقل من شهر 8، يعني بيكون اكثر اعتدالا من شهر 8 باذن الله. طب دكتوره منار، يعني الرطوبه ده غير منخفض الهند الموسمي والمرتفع الجوي اللي جاي والرطوبه محمله، وصلت لكام؟ يعني اعلى نسبه رطوبه وصلت كام؟ هي نسب الرطوبة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط بتبقى أعلى حاجة بتوصل ل 95%، ده فترات الليل لأن عظمة الرطوبة بتبقى فترة الليل، بتوصل ل 80 و 85% أحيانا بتوصل ل 90% في القاهرة الكبرى والوكي البحري، فترات النهار كمان نسب الرطوبة ال 40% على القاهرة الكبرى دي عالية جدا مع قيم درجات الحرارة، يعني احنا بنسجل قيم درجات حرارة عظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية مع نسب الرطوبة اللي بتوصل ل 40% و 45%، نحس درجة الحرارة لو تكون 37 و 38 درجة مئوية بسبب وجود نسب الرطوبة الموجودة في الجو، ممكن هي مرتفعة بشكل كبير خلال هذه الأيام، يمكن أمس وأول أمس ومكملة معانا اليوم نسب الرطوبة، وده اللي مخلينا كمان نلاحظ الشبورة المائية فترة الصباح الباكر بشكل كبير. لسه كنت هسألك، أنا وأنا باجي الصبح ما بشوفش الشمس لغاية مثلا 10 10 ونص، ما بتبقى كأننا في شتاء، يعني بتبقى شوية مش شايفة الشمس خالص. هو في بعض الايام بيبقى فيه سحب، ولما بتبقى موجوده السحب بتلطف الاجواء، لكن الشبوره المائيه لما بتبقى موجوده ده معناه ان في ارتفاع كبير في نسب الرطوبه محبوسه في طبقه قريبه من سطح الارض، بتؤدي لانخفاض رؤيه افقيه فتره الصباح الباكر، لكن هي بالفعل مع الساعه 8 صباحا مع سطوع اشعه الشمس بتبدا في 3 تدريجيا، والرؤيه الافقيه تحسن على اغلب الطرق، بس مهم جدا ناخد بالنا وتكون القياده بهدوء تام فتره الصباح الباكر، فرص الامطار اللي معانا النهارده هي فرص امطار خفيفه جدا مش هتاثر على اي اعمال أمطار. فين بقى؟ فين المناطق اللي هيبقى فيها أمطار؟ بعض الأماكن من جنوب سيناء زي سانت كاترين ودهب وطابة، ودي أمطار خفيفة ورعدية أحيانا، وأيضا حلايب وشلاتين جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وعندنا كمان فرص أمطار ضعيفة لبعض الأماكن من أقصى الغرب، السلوم ومطروح عليهم فرص أمطار خفيفة لكن جمولها غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية، ويمكن دي بداية تبشير إن اقتراب فصل الخريف، لما نبدأ نشوف أمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط دي بداية لفصل الخريف أو بداية وجود المنخفضات الجوية اللي بتلطف الأجواء بشكل كبير، لكن طبعا ده موجود في الجهة الغربية مش في باقي مناطق الجمهورية.
يلا بقى هانت، نقول هانت، بنعد الايام يعني هانت بقى، الحراره الفظيعه دي تختفي بقى. طيب برضه سؤال دكتوره منار، يعني خليني اقول ان احنا شهر 9 وشهر 10 معروف ان في مناطق كده بيبقى فيها نسب الامطار بتبقى كبيره وداخلين على سيول، هل ده واضح مثلا بالنسبه لحضرتك في الخرائط؟ هو لسه بعيد قوي ان احنا نقول بالظبط هيبقى ايام ايه، لكن بالفعل الطبيعي ان بيبقى في شهر 9 وشهر 10 وكمان شهر 11 اللي هو فصل الخريف بتبدا السيول او الامطار على المناطق الجنوبيه، سلاسل جبال البحر الاحمر وسيناء والصعيد، ده اصلا موسم الامطار وموسم السيول في المناطق الجنوبيه نتيجه طبعا الطبيعه الجبليه والجغرافيه في المناطق دي، ويمكن خلال هذا العام تحديدا مع تاثرنا بالاحترار العالمي وظاهره النونيو ممكن نشوف عنف وتطرف مناخ بشكل كبير في الظواهر الجويه اللي تاثر علينا في فصل الخريف او فصل الشتاء، ممكن يبقى في زياده في معدل الامطار، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير، وده متوقع في الخريف دايما ان احنا بنشوف السيول في شهر 8 في شهر 9 وفي شهر 10 و11 كمان. دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنا بشكرك شكرا جزيلا